القتال والتحقوا ببلدانهم ضمن الشبكة كان يشرف عليها مصطفى مولر وبعض السويسريين الآخرين. سنة 1958 ريسبي فرينز نشر الكتاب الثاني، ولم يكتفي هذه المرة بمعارضة تجنيد بالإضافة إلى مقالات فرينز في الصحافة مما حركت الرأي العام السويسري. هذه الحركية أثارت رد فعل السفير الفرنسي دينريتيان آنذاك بمدينة بيرن، وطلب توضيح من السلطات السويسرية، وطلب منها أيضا إيقاف نشاط ريسبي فرينز، واعتبر أن الدعاية ضد اللفيف الأجنبي هي ضد فرنسا. وأكثر من ذلك ركز في تقرير السفير الفرنسي بأن المصطلحات والكلمات التي يوظفها فرينز ريسبي في دعايته هي كلمات مناضلين جزائريين، وأن الأخبار التي ينقلها هي أخبار مصدرها الثورة الجزائرية. وبذلك تكون جبهة التحرير الوطني والثورة الجزائرية قد ربحت صدى إعلامي جديد في سويسرا من خلال عمل فرينز ريسبي. السيد فرينز ريسبي استغل المحاكمة العسكرية لشاب سويسري جلد في صفوف اللفيف الأجنبي، وقدم شهادته حول القمع العسكري والقمع الذي كان يمارس الجيش الفرنسي في الجزائر، وحرك الصحافة السويسرية آنذاك في إدانة للجيش الفرنسي في الجزائر، وكان ينسق مع صديقة الثورة الجزائرية السيدة ماري مادلين بروماي، وركز على تلك الجملة التي ختم بها الجندي المحاكم شهادته عندما قال: كنا نحاصر مجموعة من الثوار، قتلنا منهم المئات، أغلبهم كانوا شبابا يقاومون ببسالة إلى آخر لحظة، لكن لم تكن تعجبني مصلحة الجيش عندما يصدر أمر بإطلاق الرصاص على النساء والأطفال بلا مقاومة. وركز بعد ذلك